السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا باشمهندسين؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في المحاضرة الثانية من الأسبوع الأول عن مادة الـ Electrical Technology and Environmental. لو نتذكر مع بعض في المحاضرة الأولى كنا بنتكلم على Definition للـ EIA الـ Environmental Impact Assessment. شفنا مع بعض إيه هو الـ Environmental Impact Assessment والتقرير والنماذج اللي بتيجي من وزارة البيئة أو من هيئة التنمية الصناعية. التقرير ده المفروض إن في حد مختص هو اللي بيقوم بإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع. المشروع ده طبعا حسب نوع المشروع بنختار النموذج وبنبدأ إن احنا نملاه. هنتعلم بقى إن شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة إيه هو الشابترز الرئيسية او ايه هي المكونات الرئيسيه البادي جسم التقرير. يعني انا دلوقتي هبدا ان انا كمهندس معايا تصريح من وزاره البيئه اني اقدر اعمل تقرير تقييم اثر بيئي لاي مشروع او اي مصنع له تاثيرات بيئيه هيتفتح في اي مكان في الدوله. مفروض ان الدوله عشان تسمح للمشروع ده ان هو يتم بنقدم التقرير. فانا ايه هي الخطوات او ايه هي الحاجات اللي انا هعملها خلال التقرير ده اللي احنا هنبدا ان احنا نشوفه مع بعض. فبالبدايه كده هنتعلم مع بعض ايه هي المكونات الرئيسيه في اعداد التقرير تقييم الاثر البيئي. التقرير ده اتعمل طبقا لدليل نزلته وزاره البيئه، وزي ما قلنا لحضراتكم ان انتوا لو دخلتوا على موقع وزاره البيئه هتلاقي ان في دليل موجود لاسس تقييم الاثر البيئي ده من 2009 وهم الوزاره نزلته. ولازم ان حضرتك لما تقدر تعمل او تكتب التقرير لازم تمشي على السيكونس او على النموذج اللي متواجد. بتكون من ايه؟ اول حاجه او اول تشابتر فيه هو عباره عن مجموعه من التشابترز، مجموعه من الفصول. الشابتر الاولاني ده اسمه الملخص التنفيذي. الملخص التنفيذي بتتكلم عن ايه هو المشروع، مكان المشروع، الاونر مالك المشروع، الجهه اللي بتبص على المشروع اللي بيقيم المشروع بيختص بمين، تبع وزاره ايه، بمنتج ايه، اللي هو الملخص التنفيذي عام عن المشروع اللي هيتعمل. تاني شابتر لازم ان انا احط في جواه الاطار القانوني والمنهجيه. ايه هي الاطار القانوني؟ اللي هي التشريعات اللي خاصه بالمشروع ده. يعني انا لو هعمل مشروع اكس، المشروع اكس ده لازم ابقى عارف ايه هي قوانين الدوله اللي بتحرم او بتجرم عمل اي حاجه في هذا المشروع. مثلا التشريعات للضوضاء اللي خارجه من المشروع، الدخان اللي خارج من المشروع، تلوث البيئه، تلوث الميه، كل الحاجات دي لازم ابقى عارف ايه هي القوانين الحاكمه عشان خاطر ما اقعش تحت المساءله القانونيه من الدوله للاهدار اللي انا عملته. خلاص؟ كمان لازم ابقى عارف المنهجيه والطرق المستخدمه. يعني ايه المنهجيه؟ يعني انا وانا بنفذ المشروع لازم ابقى عارف ان لو عملت الخطوه الفلانيه وده خطا قانوني، خلاص؟ فده هيؤدي عليا الى مساءله قانونيه، فلازم ابقى عارف ايه هي المنهجيه والطرق اللي انا هستخدمها في التشريع او في الاطار القانوني الصحيح. تالت شابتر عندي هو وصف المشروع. وصف المشروع يعني انا بوصف وصف عام للمشروع بتاعي، زي ان انا اكون عارف معلومات اساسيه عن المنشاه، ايه الهدف من المشروع ده، ايه الاوتبوت اللي انا هطلعه من المشروع، المشروع ده بيخدم ايه، بيخدم مين او بيخدم ايه، موقع المشروع، المكان بتاعه ده فين. طبعا بقى الموقع بقى مقصود بيه كمان المناخ بتاعه عامل ازاي، نسبة الرياح، هل في مكان مزدحم او مكان مش مزدحم، وصف الانشطة بالمنشأة، هو المكان ده بيعمل ايه نشاطه بالظبط، هل في ناس كتير، هل هو معدات فقط، كل الحاجات دي لازم ان انا اوصفها. كمان وصف ليه مش بس المكان بتاع المشروع فقط، المحافظة اللي بيتم فيها المشروع ده شكلها ازاي، لازم ان انا ده كله احطه داخل وصف المشروع او داخل الشابتر بتاع وصف المشروع. كمان لازم اذكر جواه الاستهلاكات الطاقة والوقود. يعني انا المشروع ده محتاج مثلا قد ايه من وزارة الكهرباء ان هي تديله قد ايه ميجا وات، او وقود لو هو مثلا بيستخدم حاجة فيها
غاز طبيعي او ديزل او اي نوع من انواع الوقود المستخدم عشان التشغيل، لازم ابقى عارف. الميه، يا ترى هو محتاج ميه او برمي ميه سخنه مثلا، فلازم ابقى برضو عارف التاثير بتاعه او الاستهلاكات بتاعته. لازم اشوف المخلفات، يعني المشروع ده هيطلع منتج، بس اكيد لازم يبقى فيه ويست، في حاجات فقد هتترمي. لازم اشوف الفقد ده بيروح فين، هل في صرف صحي، هل بيرمي في الميه، بيرمي في النيل، هل بيعالج الميه، بيعمل لها معالجه ولا ما بيعملهاش معالجه. لازم ده كله ان انا اوصفه في المشروع بتاعي. اخر حاجه ان انا بحط برنامج الزمني لتنفيذ المشروع. انا بقول يا جماعه ان المشروع ده محتاج مثلا من سنه لسنتين عشان يتنفذ. يتنفذ ازاي؟ الخطوه الاولى هيتعمل كذا، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه، الخطوه الرابعه. والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع بيبقى كمان معاه البرنامج الزمني لتشغيل المشروع. خلاص يعني انا هبدا ان انا اشغل المشروع ده لحد ما يوصل للاستابيليتي بتاعته في فتره زمنيه قد ايه. ده كده اول 3 شابترز في تقرير التقييم الاثري. رابع هي وصف للوضع الراهن والبيئه المحيطه. ده وصف عام لوضع البيئه المحيطه، يعني فيها اشجار، الرياح فيها كبيره قليله، الناس اللي فيها شكلهم ازاي، درجة التعليم بتاعهم، في جامعات قريبة او في مدارس قريبة او ما فيش، هل في مستوصفات صحية موجودة ولا لا. ده اسمه وصف للوضع القائم في المكان اللي هيتعمل فيه المشروع. طيب اي مشروع في الدنيا لازم يبقى له اثر بيئي، عشان كده احنا بنعمل تقييم للاثر البيئي. فبالتالي لازم ان انا احط بدائل للمشروع، وده حاجة مهمة جدا في أي مشروع، إن أنا لازم أكون حاطط الألترناتيف أو حاطط البدائل الممكنة. إيه البدائل؟ إن لو لا قدر الله إن كان المشروع مش مناسب، لازم أكون مفكر في بديل للموقع، إن أنا هنفذه بس في مكان تاني. بدائل للطاقة، لو أنا بستخدم مثلا ديزل أو بستخدم مادة الفقد فيها أو التلوث فيها أعلى، ممكن إن أنا أستخدم طاقة بديلة، يعني مثلا ممكن أستخدم غاز طبيعي. او لو اقدر كمان استخدم مثلا طاقه نظيفه زي مثلا الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، ده افضل بالنسبه لي. بدائل التكنولوجيا، بدائل التكنولوجيا ده يعني لو انا اقدر اشتري في المشروع بتاعي ده او في المصنع بتاعي ده مكنه بالفقد بتاعها او التلوث بتاعها اقل، يبقى افضل. لو انا مثلا استخدمت خط سير انتاج من غير ما استخدم مثلا عمال هيعملوا كذا، فهيبقى في فقد اكبر، فانا اللي هستفاد في الاخر. لازم ان انا احط بدائل تكنولوجيه حديثه للمشروع بتاعي. او بديل بقى اللي هو المزعج اكتر، هو بديل لعدم اتخاذ اي قرار او عدم تنفيذ المشروع. يعني ان المشروع بالمواصفات اللي هيتعمل بيها ده مش هينفع يتعمل، او مش هينفع ينشأ هذا المشروع في البلد دي. طبعا اشهر هذه الحاجات اللي هي الحاجات اللي بيبقى لها ضرر اشعاعي، بس يعني مصنع بيطلع حاجات اشعاعيه، فده خطر جدا، فما ينفعش ان احنا ننفذه نهائي. ده كده اسمه الشابتر، اسمه بدائل المشروع. الشابتر السادس بيكون شابتر اسمه تقييم الاثار البيئيه وتحليل الاثار المتوقعه واجراء التخفيف. اني بقول ان في مرحلتين اساسيتين، مرحله ما قبل التصميم او مرحله الانشاء، ده اول مرحله، وفي مرحله التشغيل. لازم في كل مرحله من دول ببدأ ان انا كاستشاري او ان انا كانسان هعمل تقييم اثر بيئي، لازم ان انا هروح اعمل تحليل للاثار، ان انا هنزل الموقع اشوف الحاجات اللي موجوده دي شكلها ازاي، بكتب تقرير عن الاثار المترتبه او الاثار البيئيه الناشئه من انشاء هذا المشروع، وكمان احط بدائل او اجراء تخفيف، مش بدائل بقى، اجراء تخفيفات. يعني هقول مثلا لو انا عندي في غازات مثلا الاس او 2 او الـ او السي او 2 الحاجات دي كلها، ممكن احط فلترز، احط حاجه تمتص الابخره. لو حاجه مثلا بتلوث الميه، لا ممكن احط فلاتر تنظف الميه، وهكذا. يبقى انا لازم احط حاجات تخفف من وطأة هذه التاثيرات. ده في قبل انشاء المشروع، وبعد تشغيل المشروع لما المشروع اوريدي يطلع منتج، لازم ان انا اشوف المنتج ده اللي طالع ده هل هو فيه تأثيرات بيئية ولا مفيش فيه تأثيرات بيئية. بعد ما بعمل الشابتر بتاع تقييم الاثر البيئي ده، بشوف شابتر اللي بعد كده، خطة الادارة لتطبيق اساليب التخفيف المتوقعة.
يعني اللي هو احنا كنا بنقول عليه في المحاضرة اللي فاتت الانفايرومنتال مانجمنت assessment بتاعي، ان سوري الانفايرومنتال مانجمنت بلان، الخطة، خطة الإدارة. يعني هعمل ايه في خطة الإدارة؟ هشوف ايه هي ملخص الآثار البيئية السلبية والتخفيفات بتاعتها. بعمل خطة عشان سماها خطة الرصد البيئي الذاتي، ان انا هبدأ ازاي احسن البيئة اللي حواليا، ازرع شجر زيادة، احط فلاتر، هعمل مش عارف ايه، احط شبكة وهكذا. دي كلها خطط للتحسين البيئي مستقبلا. وكمان بقى خطط الطوارئ، ان لا قدر الله لو حصل بقى مشكلة كبيرة والمصنع بتاعي فيه مشكلة، لازم ان انا اكون حاطط خطة بديلة ايه اللي انا هعمله عشان ما لوثش البيئة. فده كده اسمها ايه؟ اسمها الـ Environmental Management Plan بتاعة المصنع بتاعتي هتبقى شكلها ازاي. بعد كده ببدأ في جلسة التشاور الجماعي او المجتمعي، ان انا بقى بعمل، ودي طبعا بتبقى مهمة جدا، ان انا باخد رأي الناس الناس اللي ساكنة في المكان او اللي حوالين المكان عن ايه انطباعهم عن المشروع وايه الحاجات المتخوفين منها، وابدأ ان انا اطمنهم واديهم بعض التقارير اللي بتقول ان لا الكلام ده مش صحيح والتخوفات اللي عندكم دي مش موجودة، وابدأ ان انا احط في التقرير بتاعي النهائي ان في جلسة مشاورات اتعملت واتعمل فيها استبيان. الاستبيان ده قال ان الناس متخوفة من 1 2 3، وانا رديت على الناس ب 1 2 3، وده اللي احنا بنسميه جلسة التشاور المجتمعي. اخر شابتر خالص بقى بيبقى فيه الخلاصة والتوصيات. الخلاصة ان احنا بنقول يا جماعة ان المشروع ده هنقدر ننفذه بالامكانيات 1 2 3، والتوصيات بتاعتنا ان احنا او الريكومنديشنز بتاعتنا ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا عشان نقدر نحل اي مشكلة متعلقة بالبيئة والخاصة بالمشروع بتاعي. يبقى انا كده التسعة شابترز دول اللي احنا عملناهم بيوصفوا وصف تام وكامل لايه هي المكونات اللي انا او ايه هي الشابترز اللي انا هحطها في تقرير التقييم الاثر البيئي اللي موجود عندي. خلاص، فده كده انا مفروض ان انا كمهندس هعمل مشروع هلتزم بهذه الخطه. طيب بعد ما شفنا بقى ايه هي مكونات التقرير بتاعي، عايزين نبدا نفهم شويه ديفينيشنز وشويه حاجات مهمه قوي بالنسبه لي. زي ايه؟ زي الانفيرمنتال بلس سوشيال ديبث. خلاص، من ناحيه او من وجهه النظر الاجتماعية، الانفيرومنتال او السوشيال اسسمنت بتاعتي اللي هو بنسميه الاي اس اي، الانفيرومنتال سوشيال اسسمنت بلس، ده تقييم للبيئة المجتمعية. زي ما انتم شايفين كده قدامنا في الفلوت شارت ده، الفلوت شارت ده بيوري لك هي الامباكت، هي التأثيرات او تقييم التأثيرات المجتمعية. بيتكون من مجموعة من الحاجات، ان انا بشوف الهازارد، الخطورة، تقييم الخطورة، المخاطر، الايكونوميكال اسسمنت، التقييم الاقتصادي، ان انا بقول يا جماعة ان المشروع ده اقتصاديا في 1 2 3، البروجكت بروجرام اند بوليسي ايفالويشن، الاطارات القانونية والبرنامج الزمني اللي بيتنفذ فيه المشروع، الانفيرمنتال امباكت اسسمنت، التقييم الاثر البيئي، الكالتشر افكت او امباكت، التاثير الثقافي على الناس، هل الناس هتتاثر ثقافيا بالمشروع ده او هيأثر في ثقافتهم وتقاليد المجتمع عندهم ولا لا. اخر حاجه هو الريسك اسسمنت، هو مقدار الخطوره لو المشروع ده اتنفذ. ده كل ده بيبري لك او بيدي لك سواء بقى البوزيتيف والنيجاتيف امباكت، سواء بقى التاثيرات الايجابيه والتأثيرات السلبية على السوشيال أو على المجتمع المحيط نتيجة تنفيذ هذا المشروع. طيب هنا بقى بدي لك أمثلة للسوشيال امباكتس، للتأثيرات الاجتماعية. يعني إزاي إن أنا أوضح للناس التأثيرات الاجتماعية عليهم من إنشاء هذا المشروع. يعني بيبقى إن أوريهم إن مثلا يا جماعة إحنا هنشغل عدد كبير منكم، ففي مرتبات، في اجور، في بريكس، في اجازات، في مثلا القوانين عمل موجوده، حمايه، في تريننج للناس،
يعني في حاجات هتشجع الناس اجتماعيا كاكتيفيتيز هيعملوها هتكون عائده عليهم بالايجاب. ده اللي احنا لازم ان احنا نبينه. طبعا ده كله بيتم زي ما احنا هنشوف مع بعض كمان شويه، ده كلها نتيجه الجلسات الاستماع والمشاورات والتقييمات اللي احنا بنعملها لهذا المشروع. تمام. طبعا هنا لازم نبقى فاهمين الفرق ما بين الانفايرمنتال امباكت اسسمنت الاي اي اي والسوشيال امباكت اسسمنت الاس اي اي. الانفايرمنتال امباكت اسسمنت هو ان انا بعمل ميجرمنت او قياس عشان ابدا اقدمه للوزاره او للجهه المختصه لتقييم المشروع، بحيث ان هي اثبت ان انا بقدر اتحكم في المشروع بتاعي من وجهة نظر البيئة، حتى لو في اثار سلبية او اثار بيئية خطيرة نتيجة انشاء المشروع، ولكن انا هقدر اعمل لها مانجمنت اللي زي ما احنا شفناها الانفيرمنتال مانجمنت بلان، هقدر ان انا اتغلب عليها وفي بدائل عندي متاحة وفي عندي اجراءات تخفيفية هقدر ان انا استخدمها. ده اللي هو الانفيرمنتال امباكت اسسمنت. لكن السوشيال امباكت اسسمنت الاس اي اي ده ان انا زي ما بقول لك ان احنا بنقول للناس يا جماعه ان في امباكتس اجتماعيه هتكون عايده عليكم، في تطورات هتتم نتيجه ان احنا لو عملنا المشروع ده هيكون له اثار ايجابيه اجتماعيه على البني ادمين اللي موجودين حوالين هذا المشروع. تمام. عشان كده لما نيجي نعمل الانفيرمنتال سوشيال امباكت اسسمنت لازم ان احنا نركز على الجزء الاجتماعي في النوع ده من الدراسة. بنعمل قلنا زي ما قلنا من شوية جلسات استماع ومشاورة جماهيرية، بنعمل استبيان والناس بتقول رأيها في المشروع، ولازم ان احنا نشوف الكلام ده نقدر ان احنا ننفذه ولا مش هنقدر. تمام. فده كده الجزء الخاص بالسوشيال امباكت اسسمنت. طيب في دلوقتي كمان الانفيرمنتال بروتكشن، يعني لازم ان احنا نشوف ايه يعني ازاي ان انا احمي الانفيرمنتال بتاعتي او البيئه بتاعتي. طبعا دي حاجه مهمه جدا اني لازم اخلي او انا احافظ على الناتشرال انفيرمنت، ان انا احافظ دايما على ان البيئه تكون طبيعيه. طبيعيه يعني مثلا لو مكان المشروع بتاعي مثال، يعني مكان المشروع بتاعي مثلا فيه اشجار او كده، ما ينفعش ان انا اقطع الاشجار عشان ابني المشروع. خلاص ما ينفعش ان انا اعمل حاجه ضد طبيعه البيئه خلاص في انشاء المشروع بتاعي. فلازم ان انا احافظ احنا زي ما احنا شايفين كده الناتشرال انفايرمنت، خلاص بيئه الطبيعيه. مين المسؤول عن كده؟ الانديفيدوالز، الافراد نفسهم، المؤسسات والحكومات، كل دول لازم ان هما يتكاتفوا مع بعض عشان نقدر نحافظ على الانفيرومنتال بروتكشن. طبعا الاوبجكتيفز منها ان افضل اعمل كونسرفيشن او محافظه على الناتشرال ريسورسز بتاعتي والاكزيستنج ناتشرال انفيرومنت، يعني عندي في مصدر طبيعي سواء بقى مصدر طاقه طبيعي، مصدر حيوانات طبيعيه او محميه طبيعيه، عندي في اي مكان في ناتشرال انفايرمنت، ما ينفعش ان انا اجي اعمل له ريبليسمنت او ان انا اعمل له دامج واعمل عليه المشروع بتاعي. فده من الحاجات الاساسيه للحفاظ على الانفايرمنتال بروتكشن. طبعا هنا ان جنرال يعني في معروف كده حاجه اسمها ال 10 simple things that you can do to help protect the earth. في 10 حاجات بتساعدك ان انت بتحمي الكره الارضيه من التلوثات، اللي هو من اخر ازاي ان انا ابروتكت الانفايرمنت بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده قدامنا دول ال 10 نقط. اول حاجه ان انا اريديوس او ريوز او ريسايكل، اقلل التلوث، اعمل اعاده استخدام او اعاده ترتيب مره اخرى للاشياء الخطر اللي انا كنت بنفذها. طبعا بنحتاج ان يكون في عندنا فولنتيرز اللي هو المتطوعين بالتنظيف، لو في حاجة ملوثة حد وقع حاجة او كده ففي ناس بتنظف متطوعين. لازم يكون في ايديوكيت تعليم ان انت تعلم الناس يا جماعة ان لازم نحافظ على البيئة بتاعتنا، لازم نحافظ على الناتشورال ريسورسز اللي موجودة عندنا، ما ينفعش ان انت تقطع، ما ينفعش ان انت ترمي، ما ينفعش ان انت تستخدم حاجات مش طبيعية. الكونسيرف ووتر ان احنا نحافظ على المية، تقلل استخدام المية
ميبقاش فيه ويست، حتى لو انت عندك المياه موجودة وكتير ونظيفة ما ينفعش ان انت تلوث المياه دي. شوز سستينابل، ان يكون في عندك الاستدامة في الافعال الكويسة. شوب وايسلي، ان انت ما تيجي تشتري ما تشتريش حاجات البلاستيك وترميها، الحاجات دي اللي هي الريوزابل باجز، الحاجات دي كلها لازم ان انت تبدأ تقلل من استخدام الحاجات الخاطئة. طبعا يوز لونج لاستنج لايت بابل، حاجات بقى اللي هي الانرجي كونفرجن او الانرجي افشنسي، ان انا استخدم اللمبات اللي هي اللي بتقلل الجاز اميشنز، اللمبات الموفرة والحاجات دي كلها لازم ان انا ابدأ ان انا استخدمها. كمان في عندك نقطة البلانت تري، ان احنا نزرع اشجار، الاشجار دي بتديني سواء كان فود لو هي اشجار مثمره، او بتديني اكسجين عن طريقها تمتص ثاني اكسيد الكربون وبتدي اكسجين. خلاص دونت سيند كيميكال انتو اور ووتر واي، ما ينفعش ان احنا نرمي المواد الكيميائيه زي الحاجات التوكسيك او النون توكسيك في البيت بتاعتنا، ما نرميهاش في الميه. اخر حاجه ان انت البايك مور، يعني ما يبقاش فيه عوادم سيارات، يبقى انت تستخدم العجل. دي كلها دي حاجات طبعا مش خاصه بس بالاي اي اي، لكن دي عموما حاجات خاصه بالانفايرمنتال بروتكشن اوفر. طبعا هنا ده تلخيصا للعشر نقط، ده يعني في الدول بقى المتقدمه بيحطوا الحاجات دي عشان خاطر تبين للناس اهميه الايرث بروتكشن، ازاي نحمي البيئه بتاعتنا. طبعا اهميه الانفيرمنتال بروتكشن دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا زي ما نقول كده بنقيس مدى تطور الدول والمناطق بمدى وعي الناس بالانفيرمنتال بروتكشن. كل ما كان عند الناس اويرنس او توعيه عن البيئه والحفاظ على البيئه، كل ما ده كان مقياس للتقدم والرقي في هذه الدول. فعشان كده لازم ان احنا نهتم بيها زي ما قلت لك، نهتم بيها كافراد وكمؤسسات وكدول او حكومات للنظر الى اهميه البيئه وازاي ان اعمل بروتكشن وحمايه للبيئه بتاعتي. طيب هنا كمان في بقى معانا النقطه اللي كنا بنتكلم عليها في الاول، الفرق ما بين الجروث والديفلوبمنت او النمو والتنميه. طبعا كلمة نمو هو باين من اسمه النمو يعني الزيادة، يعني الزيادة في الشيء. مثلا لو انا بتكلم على زيادة الاجور، ده بقى الجروث ريت مثلا بتاع الاجر بتاعي. فالانفيرومنتال جروث لازم يبقى لينكد مع الهيلث، مع الايكونوميك، مع الكالتشر، مع الناتشر بتاعة طبيعة البيئة اللي موجودة عندي دي، لازم يبقى لينكد معاها، لازم تبقى في ارتباط او في تقارب ما بين الاثنين. يبقى انا لما بتكلم على الانفايرومنتال جروث، فالانفايرومنتال جروث او النمو البيئي خلاص، ان انا دايما بربطه بالحاجات الايه، الحاجات الاقتصاديه والحاجات الصحيه والبيئه نفسها المحيطه اللي موجوده عندي. لكن الديفلوبمنت التطور، التطور زي ما احنا بنقول ان هو دايما بيبص على على التقدم اللي بتوصله او بيحققه المشروع اللي انا بعمله تقييم اثر بيه. فانا فدي برضو حته مهمه، ان انا مدى مقدار استيعاب الدول والحكومات لموضوع التطور بالنسبه لي هو مقياس للانفيرومنتال امباكت اسسمنت. تقييم الاثر البيئي ده هو معيار من المعايير الاساسيه في التطور اللي الانسان او الدوله بتقدر ان هي تمشي عليه. فدي برضه هيكون في عندنا اكسرسايز هو ربط ما بين الجروث والديفلوبمنت للانفيرمنتال امباكت اسسمنت. طبعا هنا بنسال سؤال، بنقول هو الانفيرمنتال امباكت اسسمنت هو مهم لاي ديفلوبمنت او اي تطور او اي تنميه للبروجكت مشروع؟ طبعا احنا زي ما بقول لك ان دايما من الخطوات المهمه جدا هو ان احنا في الدراسه بتاعتنا لازم ان احنا نشوف او نتوقع الانفايرمنتال
ديفلوبمنت للمشروع، يعني انا المشروع ده في اثار بيئيه ضاره، بس في تطور احنا بنعمله كل فتره بحيث ان احنا نقلل ده، وده بيدي تقييم اعلى للبروجكت او المشروع بتاعي، سواء بقى في عمليه البلانينج او في الديزاين اللي هو ما قبل انشاء المشروع، ان لا ده في تطور في التقييم ده، بيديني ابروتش ان بقول ان في استمرارية للتطور في هذا المشروع. فده حاجة اساسية جدا ان احنا دايما نربط التقدم او التطور في المشاريع بتاعتنا بالجزء البيئي، مش بس الجزء الفني، اللي هو مثلا انا بطلع منتج زي مثلا بطلع كهرباء، فانا كل ما حسنت الميجا واتس اللي طالع عندي ده معناه تطور في المشروع. لا بالعكس، احنا لازم التطور يبقى فيه كمان جانب بيئي، ان انا اشوف هو ده تأثيره ايه على البيئة، وازاي ان انا قللت هذا المؤثرات على البيئة بتاعتي. طيب هنا برضو بنقول ان ازاي الـ Environmental Impact Assessment contribute to sustainable development، اللي هو الاستمرارية في النمو بتاعي. ده انا رد نفس السؤال، ان الـ a part of major project required in many in many countries، بقى عبارة عن ان انت بتشوف هو ما مدى مساهمة التقييم الاثر البيئي على استمرارية نمو هذا المشروع. فده بقى من الحاجات ايه، الحاجات اللي احنا بنبص عليها باهتمام جدا. ده الاكسرسايز اللي بقول لحضرتك عليه، لازم تدور تعمل بحث كده، وده نبقى نتناقش فيه مع بعض لما نتقابل، حتة الـ ايه هو تعريف الجروث، تعريف التنمية، وتعريف الديفلوبمنت، سوري النمو، وتعريف الديفلوبمنت اللي هو التنمية. تدور كده وتعمل بحث على الفرق ما بين الاثنين، وطبعا ربطهم بالـ EIA او الـ Environmental Impact Assessment. كمان برضو عندنا في حاجة ظريفة جدا، لازم نبقى عندنا وعي كمهندسين لما نيجي نتخرج على نقطة خطة التنمية المستدامة، اللي هي خطة مصر 2030. ودي خطة بقت خطة على مستوى العالم كله، ان هو بقى نحط فيه خطة زمنية او جدول زمني او مخطط نقدر من خلاله ان يبقى في عندنا تنمية مستدامة. عايزين نفهم مع بعض يعني ايه التنمية المستدامة، ويعني ايه خطة التنمية المستدامة في مصر، وايه اللي بتعمله الخطة دي. ودي يعني ما ينفعش ان احنا نكون كإنجينيرينج ونتخرج، وما ينفعش ان احنا ما نفهمش يعني ايه خطة مصر المستدامة. فده كده اكسرسايز ان انت حضرتك تشوف زي ما قلت لك الجروث والديفلوبمنت، ايه الفرق ما بينهم، وكمان تعمل سيرش كده على خطة مصر المستدامة. دي متاحة جدا على النت، تقدر تنزل ايه هي خطة مصر، خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتشوف ايه الحاجات اللي موجودة جواها، وايه اللي احنا بنبص له. تمام، دي برضو من الحاجات الايه، الحاجات الرئيسية جدا، ان احنا ما ينفعش ان احنا نكون كمهندسين اغفلنا عنها. تمام، طيب تلخيصا بقى للقصة اللي احنا قاعدين بنتكلم، اخر حاجة بقى خالص، اخر سلايد معانا، هي الفلسفي اوف الاي اي اي، فلسفة الانفيرومنتال امباكت اسيسمنت. يعني احنا تلخيصا للمحاضرة الاولى والمحاضرة التانية بتاعت النهاردة، عايزين كده نفهم الفلسفة او الهدف الرئيسي من الاي اي اي. زمان لما كانت المصانع بتتفتح والشركات والحاجات دي كلها، ما كانش بيتم فيها موضوع تقييم الاثر البيئي، كان النظرة دايما على التطور الصناعي، اللي هو ازاي ان انا اطلع مثلا منتج كويس، ازاي يعني كنا بنقيم من الجهة الفنية، بطلع مثلا مصنع بيطلع لمبات كهرباء، مصنع مش عارف بيعمل ايه، ببص على تكنيكالي فنيا هو الاوت بتاع شكله ازاي. لكن كنا دايما بنهمل الموضوع البيئي، يعني هو الحاجات اللي بتتكسر في المصنع، ولا الحاجات المخلفات اللي بتطلع المصنع بتروح فين؟ ما كانش دايما في اهتمام بالجزئيه دي، لحد ما بقى الموضوع بقى urgent، ان احنا لا ده احنا لازم ناخد بالنا من هو المخلفات دي رايحه فين؟ طب هو المصنع ده بيسحب طاقه قد ايه؟ طب الطاقه دي مدعمه ولا غير مدعمه؟ طيب ال resources بتاعت الميه بتجيله منين؟ كل الحاجات دي بدأت حاجات بقت مهمه جدا، ان احنا لازم نعمل impact assessment
عشان نشوف نعمل قياسات لمستوى التلوث ومستوى الضوضاء في المصانع، ومنها ان احنا نقدر نشوف بدائل ممكنة. طب المصنع ده لو اتعمل بطريقة مختلفة هيبقى افضل، والانتاجية بتاعته هتبقى احسن، وما فيش فيها تأثير للبيئة. كل الحاجات دي لازم ان احنا نحطها في الاعتبار، وهو ده الفلسفة الرئيسية او الهدف الرئيسي من الـ Environmental Impact Assessment. وزي ما احنا قلنا ان بقى دلوقتي تطور الدول وتقدم الدول بقى جزء منها هو ان المشاريع الاقتصادية والتطور الاقتصادي لازم يكون تبع له او جزء منه هو الـ Environmental Impact Assessment. تمام، ده كده يبقى المحاضرة بتاعت الأسبوع الأول، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، فهمنا فيها بس ملخص عام للـ EIA، وعرفنا إزاي إن إحنا نعمل أو هي مكونات المشروع اللي إحنا بنقدمه. إن شاء الله في المحاضرتين الجايين بقى الأسبوع اللي بعديه هنبدأ إن إحنا ندخل بس في التفاصيل كده الدقيقة للمكونات الـ EIA، ونبدأ نعرف هو إيه اللي إحنا محتاجينه، إيه الحاجات اللي إحنا هنشوفها. طبعا دي كلها يعني معلومات هامة لازم ان احنا ما نتغفلش او ان احنا ننسى. تمام، ما تكون المحاضرة بسيطة ونشوفكم.